من المدينة المنورة في بكوش. تمام. الحمام الموز ب100 والفراخ كيلو والبيضة بكام؟ 76 والحمرة؟ حمرة ب125 والبط بقى عامل كام؟ كيلو يا جماعة كيلو 140 والبيضة 76 النهاردة والحمرة اللي هي البلدي عاملة 165 والوراك الوراك ب80 والبنيه ب165 والبط ده ايه مسكوفي ولا ايه؟ والبط ده فلاحي فلاحي كيلو ب140 تمام. بتخش عند الفرخه قبل يشطوا في الفرخه في برميل واحد يطلع لك الفرخه زفره ماما تغسليها الفرخه تبقى زفره معاكي. تمام. بص المايه بتاعت المكنه ميه نظيفه تمام. الفرخه تطلع من المكنه بميه نظيفه الشطف هنا البرميل ده ميه نظيفه اهم حاجه النظافه. بعد ما تشطف في البرميل ده تطلع على الحوض. بعد ما بتشطف في الحوض تتحط في ميه بخل بملح بليمون. ما شاء الله. اجي اعبيها بحط في الكيسه خل وملح وليمون. ما شاء الله. تروحي تشطفي الفرخه على الحله. بصراحه الله ينور عليك والله اهم حاجه يا جماعه فعلا النظافه. احنا هنا عند محل المدينه المنوره في سوق بكوش. نعم نرضي الله الواحد بيعمل حاجه كانه بيعملها لبيته. ربنا يكرمك يا رب. شكرا ربنا يكرمك. فلفل ب5 خيار بكام بقى يا حاج؟ الخيار يا حاج بكام؟ طبعا 15 و12 ده كده ب12 وده 10 وده ب6 ونص البطاطس ب6 ونص الصغيرة 6 ونص والكبيرة ب7 الطماطم ب8 احنا كده دخلنا عند حد تاني. حاجة زي البصل ب12 جنيه 15 كوسة ب6 جنيه